عرفت انك حزينة على سندس قوي. صاحبتي يعني هي صاحبتك قوي؟ كنا اخوات يا ابوي. ايوه انا كنت اشوفها تخش وتخرج كده بس ما كنتش اعرف انها صاحبتك للدرجة دي يعني. الله يرحمها. يعني سرها معاكي؟ سرها كيف يعني؟ اقعد يا دور، اقعد يا بنتي. شوف يا دور، انا وجدك وجدودك كبارات الجزيره دي من زمان، ودي اول مره تحصل في الجزيره جريمه القتل دي. وفي وشي لو انا ما عرفتش القاتل ممكن الحكايه تعدى البحر وتوصل المركز، ويبقى اللي عملوه جدودك ضيعوا ابوك. طيب وانا في يدي ايه بس اعمله يا ابوي؟ يعني لو تعرفي عني حاجة كده قولي لي، يمكن اللي تعرفيه ده يوصلني للقاتل. وانا يعني لو اعرف اقوم افضحها؟ لا تسكت، والقاتل يقتل تاني ويغرق تاني ويعيش في الجزيرة مطمن وابوك هو اللي يتفي. بعد الشر يا ابوي. عارفة ده معناته ايه يا بنتي؟ لو انا ما وصلتش القاتل كان انا كمان اللي قتلتها وربنا هيسألني. يعني انا ما اعرفش حاجة، بس كل اللي اعرفه انه يعني انه قلب سندس كان متشعلق بحد كيف كل البنات. كيف كل البنات؟ قلبك متشعلق بمين هذول؟ ولا حد والله يا ابوي. ماشي نسيب القصة دي لبعدين. قولي لي قلبها كان متشعلق بمين؟ ما عارفش. ذنبها في رقبتك ليوم الدين. وهو يعني اللي قلبها كان متشعلق بيه ده هو اللي قتلها؟ خيط يا بنتي، خيط في شبك، خيط يريحني. ولا يعني همشي في الشوارع واقول سندس كانت هتعشق فلان؟ هي حين يا بنت، هي حين اعمل معروف. انا هدور بنفسي. ها مين؟ ها وانت مين؟